ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. الناس اللي اول مره بتشوفني، انا ميادة سمك. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديده. يلا نشوف فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ايه. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن حاجه من الحاجات، او من اكتر الحاجات اللي انا بحبها قوي، وهي الجوجوبا اويل او زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا فيه منه انواع كتير قوي، بس هو من اكتر الحاجات اللي انا بحبها. هو فعلا من نعم الطبيعة، على فكرة بحبه جدا جدا. زيت الجوجوبا بيسموه ذهب الصحراء. ليه؟ انا مش عارفة يعني ايه السبب، بس بدور في الموضوع ده. بس هو من اكتر الحاجات الحلوة قوي 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 اللي انا استعملتها في حياتي. يعني بصراحة انا مش بحب اساسا ادهن زيوت على شعري، لكن لما السيرم بتاعي بيخلص بستعمل زيت الجوجوبا على شعري. حلو جدا جدا جدا، وليه فوائد كتير قوي 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 للشعر وللبشرة. وده الحاجات اللي هنتعرف عليها في فيديو النهاردة. زيت الجوجوبا له فوائد كتير قوي 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 قوي. هو زيت من الزيوت الطبيعية، وكمان شبه الزيوت اللي جسمنا بيفرزها، او شعرنا وبشرتنا بتفرزها، ومناسب جدا 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 للشعر الجاف والبشرة الجافة. بالنسبة للشعر، هو منظف ممتاز لفروة الرأس، وممتاز في تنظيف مسام الشعر، وكمان بيعالج التساقط والتقصف، وممتاز لتحفيز نمو الشعر وبيقلل من تساقط الشعر. كمان زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل كده، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، ان انا ساعات بستخدمه كثيرا، وده يمكن الزيت الوحيد اللي انا ممكن استخدمه الاستخدام ده، او ادهن بيه شعري واسيبه على شعري. يعني كمان اصحاب الشعر التالف اللي شعرهم بيبقى بايظ ممكن يستخدموه، لانه بيحسن ملمس الشعر جدا. لو انت استخدمتيه كدهان بعد غسيل الشعر او شعرك ناشف، هتلاقيه حلو قوي قوي في القصة دي، وهتلاقيه بيخلي شعرك بيلمع كده، بيبقى شعرك فيه لمعة معينة كده. كمان مناسب قوي لاصحاب الشعر الدهني، لانه بيعالج فروة الرأس الدهنية، وبيخلي الشعر صحي جدا جدا جدا. وممكن نستخدمه كحمام زيت، ممكن نخلطه مع زيوت تانية، او نستخدمه في وصفات، وممكن ندهنه زي ما قلت لكم. كمان زيت الجوجوبا حلو قوي 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 للبشرة. بيرطب البشرة جدا، وبينعم البشرة، وكمان بيكافح التجاعيد، لانه بيحتوي على فيتامين اي، ودي معلومة مهمة جدا. وكمان بينظف المسام، وبيعالج انسداد المسام، وبيساعد على ازالة الزيوت الزيادة في البشرة. يعني لو بشرتك دهنية وبتفرز زيوت كتير، ممكن زيت الجوجوبا بيساعد على انك تتخلصي من الزيوت دي. طبعا انتوا عارفين ان انا بشرتي دهنية، فبحاول ادور بقدر الامكان على اي حاجة تساعدني على التخلص من الدهون الزيادة في بشرتي. كمان ممكن تستخدميه كبديل لمزيل الميك اب، بان انتي بتمسكي قطنة وبتحطي عليها زيت الجوجوبا، وبتبتدي تمسحي على بشرتك بيه، بتخلصك من اي ميك اب موجود على بشرتك، وبينظف البشرة جدا جدا جدا. حلوة قوي قوي قوي. وكمان ممكن تستخدميه مرطب للجسم بعد الشاور، لو مرطب الجسم عندك خلص في اي وقت وعندك زيت الجوجوبا، يبقى بعد الشاور بترطبي جسمك بيه. حلو قوي 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 في الترطيب. وكمان ممكن نستخدمه لتنعيم الرجلين، لان انتي ممكن تدهنيه كعب رجليكي بزيت الجوجوبا قبل ما تنامي، وتنامي وهتقومي الصبح تلاقيها ناعمة جدا جدا. بس اهم حاجة، لو
هتدهني اي زيت على كعب رجليكي ما تدهنهوش غير وانتي داخله تنامي، علشان وانتي بتتحركي الزيت بيزحلق شويه، يعني حتى لو انتي لابسه حاجه في رجليكي اي زيت بيزحلق. كمان بيقلل من التهابات بشره الوش، لو انتي مثلا عامله حاجه في وشك او عامله ازاله شعر او كده وحصلك التهابات، ممكن ان انتي تدهني بشرتك بيه. والنقطه دي بالذات هنتكلم فيها ان شاء الله في فيديو تاني قريب جدا. عايزاكم بقى تستعدوا لسلسلة الفيديوهات اللي جاية عشان هتكون قوية جدا، بما ان بقى الصيف دخل وكلنا عايزين نهتم وعايزين نعتني ببشرتنا وبشعرنا علشان ما تتبهدلش عشان الحاجات اللي بتحصل لنا في الصيف. وانا كلمتكم في فيديو قبل كده عن الشعر وعملت لكم فيديو عن البشرة، وهنتكلم عنهم تاني وهنعمل حاجات كتير الفترة الجاية. اهم حاجة ان انتوا تتابعوني وتفعلوا الجرس بتاع القناة علشان اي فيديو جديد ينزل تشوفوه تستفادوا معايا. يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من فيديو زيت الجوجوبا. واتمنى ما كنتش طولت عليكم، وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي قوي، وعايزه اقول لكم ان انا بشكر لاي حد بيدعمني وبيدعم القناة. ويا رب اشوفكم على خير ان شاء الله المرة الجاية. باي باي.